في الكويت قدم الوزراء استقالاتهم الجماعية ووضعوها تحت تصرف رئيس الوزراء الكويتي، ما يعني أن تغييرا وزاريا وشيكا سيتم خلال الأسابيع المقبلة. ويأتي هذا التطور قبل يوم من حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم في صحة انعقاد البرلمان الكويتي. للمرة الثالثة تتجه أنظار الشارع الكويتي إلى مبنى قصر العدل، وفيه تنظر المحكمة الدستورية بطعن مقدم أمامها بشأن إبطال البرلمان الحالي الذي أقيم على أنقاض برلمانين مبطلين. إبطال لذات الأسباب، وهي أخطاء شابت الدعوة إلى الانتخابات السابقة، فهل تكون الثالثة ثابتة؟ احنا في أزمة سياسية مستمرة إذا ما أبطل هذا المجلس، لأن هذا المجلس وليد إجراءات غير قانونية وغير دستورية. فإذا هذا المجلس أبطل، أعتقد هو المنفذ والمتنفس لجميع الأطياف أنها تشارك بالانتخابات وتهدأ العملية السياسية. هاجس الإبطال الثالث خلال عام ونصف العام خيم على الحياة السياسية الكويتية، والتخوف من الدخول في جدل دستوري جديد أو معرفة الطريق للخروج بأقل الأضرار. عدة شهرين حسب الفقرة الثانية من المادة 107، وبالتالي أصبح الآن لا محال من عودة مجلس 2009 على الأقل، علشان يبون محلل منه وبعدين يحلونه، فيبقى الإجراء صحيح. سيناريوهات عدة أمام المحكمة الدستورية، أولها إبطال البرلمان للمرة الثالثة، وهو ما يدخل الكويت في نفق أزمة دستورية مجددا، أو استمرار مجلس الأمة الحالي وتغيير يطال بعض نوابه لوجود أخطاء شابت عملية جمع الأصوات في فرز الانتخابات السابقة، لتدخل وجوه جديدة إلى قاعة عبد الله السالم، وأخيرا إبقاء الوضع كما هو، ويستمر المجلس بعمله بكامل نوابه الخمسين بلا تغيير. الحكومة تعتقد أو قد تكون هي قرأت الحكم بشكل مسبق أن المجلس باقي، فبالتالي الهدف منها قطع الطريق على الاستجوابات في تقديم استقالتها، لأن لو كان المجلس مبطل فبالتالي ما كانت تحتاج إلى تقديم الاستقالة. الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيسهم، ما يعني أن التركيبة الحكومية مقبلة على تغيير وتدوير في الحقائب الوزارية مهما كان قرار المحكمة الدستورية. عادل عيدان، العربية، الكويت.